من وزارة الإنتاج الحربي نروح لوزارة الداخلية، وإحنا دايماً بنتكلم عن فكرة إنه الحاجة أو الخطوة اللي ناقصانا في بلدنا، مش خلينا نقول إنه اللي محتاجينها أكتر في بلدنا، هي فكرة تطبيق القانون على الجميع. شفنا ده بيحصل بقوة في تطبيق القانون في مسألة التصالح في المخالفات البناء، أو فكرة إنه إعمال القانون وأيضاً ترك مساحة لأن الإنسان اللي حتى ما كانش ماشي قانوني يقنن أوضاعه، وعلى كل المستويات. المصريين أزمتنا الحقيقية هي الفوضى، الفوضى في تطبيق أي قانون. فيما يخص الإجراءات الاحترازية في كورونا، شفنا ده حقيقي حاصل، وكان تعاون عظيم ما بين وزارة الداخلية ووزارة السياحة مثلا لو بنتكلم عن ده، في تطبيق القانون والإجراءات الاحترازية في مختلف محافظات الجمهورية. الوزارة بتتابع تطبيق القانون بالإضافة إلى دورها في تأمين إزالة المخالفات والتعديات بالتعاون مع كل الجهات المعنية في الدولة. زي ما بقول حضراتكم كده، وزارة الداخلية مع كل وزارة عندها مسؤولية لحفظ الأمن، هي تحط خطط وجهود لحفظ وتطبيق القانون. وهنشوف معاكم زي ما تعودنا كده إنه إيه اللي حصل خلال أسبوع من سطوة الدولة. إحنا عايزين نقول كده طول الوقت إنه لما نشوف إعمال القانون، افتكر على طول إنه الدولة بتستعيد هيبتها، ولما الدولة تستعيد هيبتها تعرف كده أنه المواطنين هيكونوا أكثر التزاماً، وأن حضرتك هتكون أسعد حالاً بطبيعة الحال.